أنت حياتي وكلها تفدى نحتفل بمرور 50 سنة على قيام الاتحاد بدولة الإمارات. اليوم أنت عم تحتفلي باللوفر كأول فناني بتغني باللوفر. أول شيء أحب أني أتقدم إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان النهيان، ربي طول عمره، وإلى سمو سيدي الشيخ محمد بن راشد المكتوم، إلى سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان النهيان، ربي طول عمارهم. ونقول الله يرحم أبونا زايد، يغفر لباني نهضتنا، الله يرحمه ويحسن إليه. أكيد الشكر الكبير موصول إلى هيئة الثقافة والسياحة، هم اللي وجهونا هذه الدعوة الكريمة، أشكرهم من كل قلبي. بدينا مع عاشي الصبيحي، وبعدين كبرت المرحلة إلى ما وصلنا إلى أن احنا نقيم حفل، ولأول مرة يقام حفل على أرض متحف اللوفر في أبو ظبي. شي خبرية عن الألبوم، شي غنية. احنا ألبومنا عندنا ألبوم نزل الحمد لله اسمه فدوة عيونك، كان من يعني أنا أعتبره من أروع ألبوماتي. ألبوم عبارة عن 26 عمل، صورنا 26 عمل. الآن الخطوة القادمة احنا تحضير، عندنا حفلات في السعودية، في البحرين، عندنا في الكويت، وعندنا كمان في دبي. تاخدي رأيه بس بدك تسمعي غنية مين باللحن؟ أول حدا راسي. بعد راسك مين؟ راسي هو يعني يدي اليمين عبد الرحمن العثمان. وإذا بدي إلك تعملي ديو بدي خيرك من 4 أسماء: مجد المهندس، رغب علامي، وائل كفوري، عمرو دياب. مين تختاري تعملي معه ديو؟ إذا بعمل ديو بعمل مع نوال الكويتية إن شاء الله. عم بنحضر ديو مع بعض إن شاء الله. شلون وانت اللي عشان